كلبك صاحبك وسندك وظهرك. عاوز اقولك على حاجة، ان من اكتر الكومنتات اللي كانت بتجيلي على الفيديوهات وبتجيلي على الخاص عاوز اشتري كلب، بس اهلي في البيت رافضين ومش عارف اجيبها لهم ازاي. ولقيتني بقول لنفسي حاجة واحدة بس، انا ليه اجاوبك على حدة وكل واحد اجاوب لوحده؟ انا اعمل فيديو الناس كلها تستفيد منه. الفيديو ده مش ليك انت، الفيديو ده لاهلك، لوالدك والدتك اللي رافضين وجود كلب في البيت. والاول مرة انزل فيديو على اليوتيوب اني مش هخطبك انت في حب الكلاب، لان ده امر مفروغ منه. انا هخاطب اهلك اللي في البيت، والدك ووالدتك، وهتقنعهم ازاي ان انت تشتري كلب في البيت. لو انت مش مشترك في قناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوجز اند كات، انزل حالا اشترك في اكبر قناة موجودة على اليوتيوب بمتابعيها، يعني بك انت. وما تنساش تعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو قبل ما ندخل على فوائد تربية الكلاب، وتعالى نتقابل بعد الانترو. وزي ما انتم عارفيني واخدين عليا في الفيديوهات ان انا بحب ادخل في المضمون على طول. رقم واحد، عايز اقولك ان الكلب عمرك ما هيحسسك بالوحدة، يعني بمعنى صحي كلب عندك في البيت انسى انك تفتكر انك لوحدك، كلبك هيكون مشاركك في كل حاجة. رقم اتنين، عايز اقولك ان الكلب هيديك حب غير مشروط، يعني مش هيبقى في شروط بينك وما بينه في الحب، هيديك حب من غير مقابل. ده غير الامان اللي هيديهولك من غير اي مقابل، غير وشه اللي هيتقلب 180 درجة مجرد ما هيحس ان في حد قرب منك، سواء منك او من ابنك او ولادك في البيت. بس كده لا طبعا، انا عاوز اقولك يا غالي ان معظم الدكاترة النفسيين بينصحوا بتربية الحيوانات الاليفة وخصوصا الكلاب لاي حد عنده مرض نفسي زي الاكتئاب النفسي او مرض التوحد. والكلب عشان تدخله بيتك وتقعده مع ولادك لازم تشتريه من وهو جرو، زي ما انت شايف كده في الفيديو بالظبط، وزي ما انا شخصيا ما بعمل مع العملاء بتوعي. لكن هتقولي عاوز تجيب انهي نوع من انواع الكلاب، انا ممكن اعمل لك فيديو مخصوص في النقطة دي بالذات. تعال نكمل ايجابيات الكلاب. كلبك وجوده في البيت من غير ما يقصد هيعلم ابنك الوفاء والجدعنة والاخلاص. ابنك لو جاف في التعامل، كلبك هيعلمه يعني ايه حب، يعني ايه حنية، يعني ايه عطف، يعني ايه مشاركة بين الناس وما بين الصحاب. ابنك لو ما بيحبش يخرج وانطوائي وعلى طول قاعد في البيت وما بيكونش صداقات، عايز اقولك ان وجود كلب في حياته هيخليه عكس كده تماما. كلبك ابنك هيخرجه كل يوم، وبالتالي هيتعرف على اشخاص وعلى اصدقاء جدد. عايز اقولك ان انا شخصيا معظم اصدقائي وانضف الاشخاص اللي اتعرفت عليها في حياتي كلابنا كانت سبب فيها. عاوز اقول لك ان في يوم من الايام نمله رسمت الابتسامه على وش سيدنا سليمان، فانت ما تستغربش لما كلب في يوم من الايام يغير فيك طباع انت نفسك ما كنتش عارف تغيرها. كلبك هيخليك تتخطى كل الازمات اللي انت ما كنتش عارف تتخطاها لوحدك. كلبك هيكلمك من غير ما ينطق كلمه واحده، اللي ربى كلاب فاهمين كويس الكلام اللي انا بقوله. كلبك هيكون قلبك اللي انت عايش بيه، هيكون النفس اللي انت بتتنفسه. كلبك لو انت في يوم من الايام احتجت له وعوزته، انسى ان هو في يوم من الايام يتخلى عنك. اخر حاجة احب اقولها لك قبل ما انهي الفيديو، انا لا هفكرك لا بالاشتراك ولا هفكرك باللايك، لان دي قناتك انت، ولما بتكبر بتكبر بيك انت. احب اقول لك حاجة عن كلبك انت نفسك ما تعرفهاش. كلبك بيعتبرك ان انت اللي ملك ليه، مش هو اللي ملك ليك. بيقدم لك حياته على طبق من فضة مقابل حاجة واحدة بس، حبك واهتمامك بيه. بتوحشوني وهتوحشوني حرفيا لحد الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير يا اجدع رجالة موجودة على اليوتيوب. مع الف سلامة.